Mini Studio. هاي لكل اللي عم بيحضرونا ببيوتهم ورا الاكران. هاي هاي فانيسا، شو جايبه معك؟ هيدي بيسيكلات من سوقها على دورو. مزبوط، انا وقتها كنت صغير كنت سوق بيسيكلات اكاترو، كان في دورو من هون ومن هون زياده، وقتها صار عندي الاكيليب صرت سوق على دورو. بس فيليب انت عم بتسوق البيسيكلات لازم تنتبه للسيارات. مزبوط، هلا ما رح سوق على الطريق، بس اذا رح سوق على الطريق لازم انتبه كمان للبوليسيون تبع السيارات، لانه منا منيح ابدا للسانتي تبعنا. طيب يلا خلينا نعمل سباق بالبيسيكلات. لا 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 مش وقتها، لانه هلا اجوا تيلعبوا معنا وناطريننا جوا. ليتس بلاي. وقت اكبر بدي اصير حكيم. لا لا بدي اكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم، لألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عندي طيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي جمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسألوا عن الخدمات المخصصة لأولادكم من البي ال اف. لكل يلي بعد ما عرفوا شو هي اليوث كارد، هي هدية بتربحوها إذا جيتوا لهون على الاستوديو ولعبتوا 1 مينت قد بي ال اف، بتخليكم تفتحوا حساب خاص لإلكم ببنك ليبانو فرانسيز. واليوم ميلاني وإلسا إجوا لعنا على الاستوديو ليتباروا ضد بعض ونشوف مين منهم رح يربح هيدي البطاقة. هلا قبل ما نبلش نلعب خلينا نتعرف على ميلاني. ميلاني سعد، أهلا وسهلا بميلاني، عمرها 9 سنين، بتحب كتير تلبس فساتين وتحط بكل بشعراتها، ما بتحب أبدا الركض والرياضة. يلا ميلاني ستارت جيم. معك دقيقة واحدة بس بدك تجربي تجمعي فيها أكبر عدد نقط ممكن. عشرة آلاف، خمسة وعشرين ألف، يعني عشرين وخمسة آلاف. خمسة وسبعين ألف. سبعين بعد ناقصك خمسة آلاف، هيدي خمسين. يلا واحدة جديدة، ثمانين ألف. هاو ثلاثين، فيك تحطي خمسين هلا. خمسين. خلص وقتك ميلاني وقدرت تجمعي 1280. قد ايه لكم رح تجمع إلسا؟ خلينا نتعرف عليها سوا. إلسا عزار، اهلا وسهلا فيكي، عمرها 9 سنين، بتحب اكثر شيء الالعاب وما بتحب كثير تقرا بالكتب. يلا إلسا بلاي اجين. مية ألف. مية وحداشر ألف، يعني ناقصك بعد عشرة وألف. صح. ستين ألف، حطيت ألف زيادة بيك تشيلية، تكبسي على المصاري هون ترجع تروح. مظبوط، بعد مرة لتروح الخمسة وهلا تشيل الألف وحطها خمسة. خلص الوقت معنا، يلا كف. خلص وقتك إلسا وأنت قدرت تجمعي 3210 نقط، يعني إلسا ربحت. بس كمان ميلاني ما رح تفل خسرانة من ميني ستوديو ورح تربح هدية صغيرة من البنك كمان. وهلا خلينا كلنا سوا نشوف هدية إلسا.
هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. تهوقت عليكم؟ سوري لأنه كنت عند بابوف وماموف، كنت عم بعمل بيسيكلات، عرتني إياها فانيسا، كتير انبسطت وقطفنا فواكه وخضرة وحطيتهم بالسلة، بس ما جبت السلة معي. تعرفوا لا بابوف وماموف تعرفوا غنيتهم شي؟ تعالوا نغنيها كلنا سوا، رح نرجع نشوف من أرشيف الـ MTV غنية بابوف وماموف. Let's remember. سري اللي كنت عم جرب حل قصته من سنين. أزمة مغامرة وتسلية أكيدة، شوكولا بيكون طعم فريدة. أزمة كورنيه، أزمة كورنيه لذيذ مع شوكولا بالحليب. أزمة بيسيكلات، أنا كتير بحب سوق بيسيكلات لأنه بتحرك لك كل عضلات جسمنا، بس لأعمل بيسيكلات أنا عايزة إنرجي، وشو في شي بيعطينا انرجي مثلا؟ شوكولا واوزمو شوكولا. نحن بنربح اوزمو شوكولا بمين ستوديو، بس كيف تربحوا اوزمو شوكولا بمين ستوديو؟ لازم تشتركوا على الفيسبوك بيج او تبعتونا صوركم. كيف؟ اول شي بتفوتوا على الفيسبوك بيج تبعنا بتعملونا لايك، ثاني شي بتبعتونا صوركم رسائلكم او رسمات انتو رسمينها بالبيت، هيك نحن منجيبها منشوفها او على هيدا التابلت او منحطها هول بالونز، هيك انتو بتربحوا هدية كتير حلوة من اوزمو. بس كمان اذا ما بدكم تفوتوا على الفيسبوك بيج تبعنا فيكم تبعتوا لنا صوركم رسائلكم رسمات كتير حلوه انتم راسمينها، او حدا فيكم اهلكم تساعدوكم لترسموها على بريد الام تي في النقاش اللي عم يقطع قدامكم على الشاشه. واليوم شعوركم هلا نشوف مين ربح معنا. رح نشوف. ليتس وين. هيدي رسالة وصلتنا بالبريد من ماري جوزي خضرة. ماري جوزي بتقلنا انه هي عمرها 10 سنين بتحضر كل يوم من شجو، اكتر شي بتحب فكرة Let's chat و Let's dance. انا منحنا منقلك ماري جوزي مبروك لانت ربحت هدية كتير حلوة تقديمية اوزمو وشوكولا، بس منشوفها بعد شوي. ماري جوزي نحنا مندعيك كمان تجي تصوري معنا حلقة نهار السبت وتربحي معنا كمان. قبل ما نشوف هدية ماري جوزي خليني افرجيكم الرسائل اللي وصلتنا على الفيسبوك بيج. رح اوريلكم اياها. بقلنا هشام: هاي ميني ستوديو تيم، جو مابيل هشام، جو فوز ام توس اي جو فوز اتون تو لي جور ا 4 اور بي ام اي جام فرانسوا.
أنا أكيد في هشام إنه فرانسوا بيسلم عليك كتير وبيقول لك تحضره كل يوم بفقرة ثلاث شات. بدنا نقول لك هشام مبروك لأنه أنت صرت ممبر بميني ستوديو كلاب. وأنتوا كمان ما تنسوا دايما تبعتوا لنا صوركم ورسائلكم أو رسماتكم الخاصة فيكم على الفيسبوك بيج تبعنا، هيك بركة بتربحوا مع أوزمو شوكولا. وهلا خلينا نشوف ماري جوزي خضرة شو ربحت معنا مع أوزمو شوكولا. وهديك هديتك ماري جوزي بتجي بتستلميها كل نهار سبت بين الساعة 10 والساعة 1، بنشوفها سوا. هديتكم من أوزمو هي أوزمو فان، أوزمو كورني، كمان علبة أقلام تلوين ودفتر تلوين. Thank you أوزمو. جدو جدو مرحبا جدو. هيدا شو جدو كتير حلو. هيدا العقد السري اللي كنت عم جرب حل قصته من سنين. أوزمو 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 عالم أوزمو عظيم كتير، تعالوا نرقص بلا تأخير. أوزمو كورني مغامرة وتسلية أكيدة، شوكولا بكورني طعمة فريدة. أوزمو كورني أوزمو كورني لذيذ مع شوكولا بالحليب. أوزمو ميني ستوديو ستوديو ميني ستوديو. بدي اقول لك كل اللي عم بيحضرونا انه الفيديو اللي رح فاجيكم اياه هلا فيها كلها بروفيشنال، واللي عملوها كتير اشتغلوا على حالهم تيقدروا يعملوا اللي عم بيعملوه. مثل ما عم بيقول فيليب، البايكرز اللي موجودين بالفيديو تمرنوا كتير على حالهم. مزبوط. يعني انتم ما تجربوا هول الستانتس بالبيت، ما تجربون برات البيت، ما تجربون. بس منقلكم انه حتى لو ما عم تعملوا اكستريم بايكينج، حتى لو عم بيعملوا فيلو عادي، شو لازم يعملوا؟ لازم يحطوا كاسك وبروتكسيون على الكود وعلى الجنوب. اوكي خلينا نشوفها في الفيديو. بيتطلب اكتيفيتي وقوه وانرجي اللي عم بيعمله، بعدين كتير خطرين هالقصص واكيد بده كتير تمرين. صار لي من اول الحلقه عم جرب اعمل هيدا الشيء وعم بوقع. بده عن جد كتير تمرين. هيدا مونوسيكل ما هيك؟ هيدا مونوسيكل كتير صعب. هلا مش مثل هيدا مثل ما عم بيعمل اهين، بس عن جد اصعب لانه ما فيك تعمل اكيليبر. anyway انتوا اذا عندكم فيديو مهضومه ما لكم غير تبعتوا لنا اياها وبلا تشات نحن بنفرجيها. ابيض احمر اخضر شوكولا اطيب اكثر. طفل ما بيعرف يمثل، لما يحب بحب من قلبه. نكريمة من القلب. عمرها 11 سنة، بتحلم تصير تكنيسيان. هابي بيرثدي لكيان. كريستيان شو عم تعمل؟ بعمل لك سحر. بدك تعمل لي سحر؟ هات لنشوف. ليك ايدي فيهم شيء؟ لا. اوكي. اتنسيون. منين اجت ال 250 كريستيان؟ ولا هلا عم تتمرن على السحر كرمال انترتينمنت للبيرثدي؟ عندها سبكتاكل. بس كريستيان في شيء ناقصك. ما شو في؟ ليك كتابي كثير منيح وانا كثير شاطر بالسحر. ناقصك الشابو تبع الماجيسيان مع الباجيت. اه اوكي. تفيك تعلميني كيف اعملهم؟ اكيد. شفت هذا الكون الاسود؟ فينا نجيب كرتون نوار ونطويه ان فورم دو كون. بيطلع لنا هذا الشكل. اوكي. هذا الشكل شو رح نعمل فيه؟ بدنا نزينه
بالإطوال دوري. أوكي كريسون ما تكسر كتير بول. نحط بعد كل كريستيان ثلاث وحدة أوكي بعد واحدة كريستيان أوكي هلأ الباجيت في شيش تبع الباربيكيو من لونه أنوار وهلأ بدنا نعمل إطوال تنحطها على الباجيت أنا عم بقصلي كريستيان أنت عم تقصلي الإطوال في دجاجة وحدة حاضرة هون أنا أعمل كذا وحدة بتعرفي أنا عندي كتير سبكتاكلات و أكيد أهم شيء يكونوا أصحابنا عم يتسلوا بالبيرثدي يعني. ودايما نعمل لهم جو حلو. أوكي كريستيان لازم نلزقهم هيك. أكيد لازم يكونوا الإطوالتين زيت ال. أوكي كريستيان. تنزيق من تحت. أكيد بدأ وقت تتنشف مشان هيك نحن بدنا نطرف. هلا وهلا يا كريستيان صار فينا نقول عنك ماجستيان هلا بدي اخفيكي تزبط قولت معي لا مش رح تزبط كريستيان تابعونا بكره هابي بيرثدي هديتكم من نكريما هي ماج او بازل يولو وباكت نكريما يامي ابيض احمر اخضر شوكولا اطيب اكثر ساندويتش طاقه ذاتي بنان طفل ما بيعرف يمثل لما يحب بحب من قلبه نكريمة من القلب The Princess and the Frog يعني الأميرة وشو فرانسوا الضفدع لحولي لك هيدا القصة وإن شاء الله تحبها مع أنه عند خانساس كان يا ما كان من قديم الزمن ملك وعنده ثلاث بنات بس أكتر شيء كان يحب بنته الصغيرة لأن كانت كتير مهضومة وكان ضل تلعب بالطابق نهار من الأيام كانت عم تلعب بالطابق وفجأة كرجت الطابق ووقعت بقلب بير كتير غميق وما كان فيها تلمه قربت الأميرة وشافت حد البير ضفدع طلبت منه لهيدا الضفدع انه يلملها الطابق قال لها بلملك طابق بس عشرت قلت له شو بعطيك شو ما بدك مجوهرات تشيب مصاري قال لها انا ما بدي ولا مجوهرات ولا تشيب ولا مصاري بدي شي كتير صغير قلت له شو؟ قال له أنا بس بدي روح أتعشى عندك بالقصر بدي نام بقوتك وبدي قبل ما ننت بوسيني بوسع خدي الأميرة نقزت قلت له أكيد ووعدته أنه هيك لح تعمل فلأنه وعدته هو لملى الطابة وقتها عطيها الطابة رجعت تلعب فيها الأميرة وركضت وهربت إجا الضفدع قال له لوين رايحة أنت وعدتيني بس هي ما سمعته وكفت تلعب عشية هن وعم يتعشوا بدق الباب بتقوم الأميرة بتفتح الباب وقتها فتحت الباب بتلاقي إنه الضفدع واقف وكله ماي قرفت منه قلت له شو عم تعمل هون؟ قال له أنت وعدتينا وعد وما وفيت فيه فهي رجعت طبشت الباب وراحت على العشاء وقتها رجعت سألها بيا شو القصة؟ مين دق الباب؟ خبرته القصة وزعل بيا منها لأنه قال له إنه أنت وعدت الضفدع وعد وأنت لازم توفي بوعدي فالأميرة انجبرت تعمل مثل ما قال لها بيا فهيك اجا الضفدع وتعشى معهم على الطاولة مثل ما وعدته الأميرة بعدين طلع ونام بأوضة الأميرة بس قبل ما تفل الأميرة قال لها انه بعد في طلب واحد انت ما عملتي لازم بوسينا على خده الأميرة كتير قرفت من الضفدع فغمتت عيونها وبسته وقتها بسته طلع أمير قدامها نقزت وانبسطت كتير وشكرها الأمير لأنه من وراها هي شالت السحر اللي كانت السحرة الشريرة سحرته وعملته ضفدع صغير وهيك الأمير طلب تتجوزه وتجوزته للأمير وعيشوا مع بعض كتير مبسوطين كتير حلوة القصة حبيتها فرانسوا كتير يعني رح تبقى تجي تسمع قصص معي ايه اوكي صار لي من أول حلقة عم بتطلع على بيسيكلات فانيسا قدي حلوة ميرسي فيليب فانيسا فينا أعمل توغ فيها وقتا نخلص؟ إيه أكيد بس وقتا نخلص أوكي بس تعرف أنا كتير بحب أركب على الفيلو بالصيفية مع أصحابي وخصوصا وقتا نعمل سباق أحلى شي نركب على الفيلو بالصيفية لأنه بيكون الطقس كتير حلو نطلع على جبل عن جد بالطبيعة وبنعمل فيلو هيك بنستمتع بالطبيعة كلها كتير مزبوط حلو. أنا كتير بحب هيك عندي كم صورة محضر لك إياهم هيدا مثلا فيلو مع سلة من قدام
واو. بتعرفي ليه حاطين سلم لقدام؟ للسوبر ماركت؟ مزبوط، لأنه في كتير عالم بدل ما تطلع بالسيارة وتعمل بوليسيون للجو، تطلع بالفيلو تبعها بتروح على السوبر ماركت بتحط غراضها بالسلم. وفيك تعملي كمان بروموناد للشيان تبعك او للشاء او لحي الحيوان، بتحطيه بالسله ورا وبتمشي بالفيلو كرمال ما يهرب يعني. مزبوط. طب انت ما سالتيني انا على شو؟ ايه ما انتبهت على شو هيدا. انت على بيسيكلات، بنقول بي لانه اثنين. انا على مونوسيكل لانه ما في غير دولاب واحد. بس هيدا اللي انا عليه كثير صعب، صار لي من اول الحلقه بوقع بجرب اعمل اكيليبرو بوقع وبعمل اكيليبرو بوقع. مزبوط، انا بعرف انه كثير صعب. كثير صعب، انا اول مره شفته وقت كنت بسيك شفت كلون واقف عليه وعم بيعمل جونجلاج وما بعرف شو، قلت انا هينه هيدا، جربت اعملها وقعت. يا عن جد كثير صعبه. مثلا هيدي صوره لكلون ليش مهضوم على بيسيكلات شوي مش طبيعيه، وهيدي صوره ثانيه على تخوتينات كثير صغيره. اوكي فانيسا، خلصت حلقتنا لليوم ومنشوفكن بكره. باي. نار الدنان عطشتنك وعلمت العشيه، درس وقالت لك بكره بسمع صبحيه، ولما جيت عالبيت شرعت ونطيت وخبرت التيتا انه دروسي للتالتا، ولما جيت عالبيت شرعت ونطيت وخبرت التيتا انه دروسي للتالتا. تالتا بكير عطشتني معلمت العشية، درس وقالت لي بكرة بسمع صبحية، ولما جيت عالبيت شلعبت ونطيت وكان من المفروض للأربعة نخلص الفروض، ولما جيت عالبيت شلعبت ونطيت وكان من المفروض للأربعة نخلص الفروض. الأربعة بكرة عطشتني معلمت العشية، درس وقالت لي بكرة بسمع صبحية، وأنا بهالبيت شو لعبت ونطيت وقالوا لي التلبس بيخلي دروسه للخميس، وأنا بهالبيت شو لعبت ونطيت وقالوا لي التلبس بيخلي دروسه للخميس. نهار الخميس عطشتني معلمت العشية، درس وقالت لي بكرة بسمع صبحية، ولما جيت عالبيت شو لعبت ونطيت ومرقت الجمعة وبقيوا دروسي للجمعة، ولما جيت عالبيت شو لعبت ونطيت ومرقت الجمعة وبقيوا دروسي للجمعة. جمعة بكرة بالصف كنا حسين وتعبانة، وقالت لي معلمة أنا منك زعلانة، وأنا شو تمنيت لو وحدي بالبيت خلصت دروسي وما التهيت ولا نطيت، وأنا شو تمنيت لو وحدي بالبيت خلصت دروسي وما التهيت ولا